تحقيق من مناظر جميلة. ها هي المعلمات الطبيعية الجميلة، بحيرة بين الويدان من خلفنا التي شيدت في الخمسينيات من القرن الماضي من أجل جمع مياه هذه الجبال لتحول سهولة تادل القاحلة إلى جنة خضراء تصدر المنتوجات إلى أبعد بقاع في العالم. سد بن الويدان يعاني من الجفاف كما هو معروف وكما هو الحال في المغرب، فإلى جانب بعده الفلاحي إلى أن لديه تأثير اقتصادي سياحي آخر رغم ركوده في الشتاء، إلى أن الزوار يقصدونه في كل مكان. فتعالوا. Do the way they did it on.